الآباء والأمهات الكرام، أولياء الأمور، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مع إطلالة هذا العام الدراسي الجديد بنظامه التعليمي الجديد الذي هو عن بعد، دعواتي لكم بالإعانة والتوفيق ولأبنائكم بالتوفيق والنجاح. ثلاث تاءات أرسلها إليكم حتى تستخدموها وتستفيدوا منها في نجاح العملية التعليمية والتربوية لأبنائكم وبناتكم مع هذا النظام الجديد. تقبل، لنتقبل ما سنجده من صعوبات من أبنائنا وبناتنا، نظام جديد بالنسبة لهم، صعوبات معينة، فنتقبل ما سنجده من صعوبات معهم من تسويف أو عدم رغبة في المذاكرة والتعلم. التقبل مهم ولكن لا يعني الاستسلام. ثانيا التحفيز، نحفزهم، نشجعهم، نثني عليهم، نذكر إيجابياتهم، نمدحهم حتى لو بذلوا جهدا صغيرا، مع الوقت سيتضاعف هذا الجهد ويصبح كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. أخيرا تواصي مستمر، تواصي بين الأب والأم أن يتابعوا هذه العملية التعليمية والتربوية، فلا يترك أحدهم المسؤولية على الطرف الآخر، لأن العملية التربوية والتعليمية هي تكامل بين الوالدين وتواصل مع الهيئة التعليمية في المدارس حتى نصل إلى نجاح أبنائنا وبناتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا لا تفتروا، واصلوا التواصي والنصيحة لأبنائكم والمتابعة لهم من بداية العام إلى نهايته حتى نحقق نتائج مرضية بإذن الله سبحانه وتعالى.